لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله المتفضل الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في موطأ الإمام مالك وغيره: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لهذا يستحب للمسلم أن يدعو الله تعالى في هذا اليوم المبارك، وأن يلح بالدعاء ويطلب من الله تعالى ما يريد من خيري الدنيا والآخرة، ولا سيما عشية هذا اليوم، كما في الحديث الحسن الذي رواه الدارقطني أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف ويقول سبحانه: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقد ذكر جمهور العلماء أن هذا الفضل للدعاء في يوم عرفة ليس خاصا بمن كان في عرفة، ولكنه يشمل باقي البقاع، لأن الفضل لليوم وليس لخصوص المكان. لهذا جرى العمل عند عامة المسلمين بمختلف الأمصار والأعصار التشبه بأهل عرفات في أذكارهم ودعواتهم ومناجاتهم لله تعالى فيما اصطلح عليه بالتعريف. إذن التعريف هو التشبه بأهل عرفة ممن ليس فيها بالذكر والدعاء ونحو ذلك. وقد ثبت عن كثير من السلف الصالح جوازهم لهذا، بل واجتماعهم عشية عرفة بالمناجاة والاستغفار مثل ما يجتمع أهل الموقف. وذكر العلماء أن أول من فعل ذلك من الصحابة ابن عباس، وهو في البصرة كان واليا عليها في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. وقد ذكر الإمام ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفهما جملة من التابعين وتابعيه ممن استحسن هذا وفعله، كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومحمد بن واسع وغيرهم كثير، وعلى نطاق كتب المذاهب المعتبرة نص الإمام أحمد على جوازه، بل وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد القول باستحبابه كما ذكره صاحب الإنصاف أحد كتب الحنابلة المعروفة. كما ذكر الإمام النووي في المجموع كلام العلماء في مسألة التعريف هذه وأسماء المجوزين والمانعين، وأن غاية من يقول بكراهتها لا يشدد في إنكارها. قال في جزء الثامن من المجموع: ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع، بل يخفف أمرها. وقال الإمام القرطبي المالكي: ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة تشبيها بأهل عرفة. والخلاصة أيها الأحباب أن المولى عز وجل فضله واسع وجوده شاسع، أكرم من أن يرد من سأله أو تشبه بمن أحبه، لا سيما ورسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أبو داود وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في فتح إسناده: حسن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد جد الحسن وعلى آله وصحبه الزين ومن سار على دربهم في كل عصر وزمن، ومن الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.